دي في ايه بقى؟ موضوع الخطوبه والهبل ده ما ياكلش معانا، عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي؟ لا سينما، لا بحبك، لا انا دم حامي شطه مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه يحسن اللي وبنه من عاف. يعني داخل عليا بطولك يعني؟ ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا وبنه مفيش حاجه، جدي وامان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم، هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه يا لا؟ بيقول محسسني بس بقى موان، بس يا موان. اما رجاله تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر. مفيش مشكله، حاضر قدامك شهر بس نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. نقرا الفاتح يلا. طب نكمل الفتحه يلا. يلا عارفين يا يلا هعمل معاك الصح. صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ انا فاكرك هتعمل فينا حاجه. مناشوه؟ مناشوه مين يا ابراهيم؟ مناشوه يا ابراهيم بيه مناشوه. بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. لو انت ضبط وزاد ام امار يا بنت زغلط يا بنت هاتوا نار على كلام وزبطتنا. مين؟ انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال، شوف الشقه اللي فوق. يا جدع انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا اشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي، سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صاي. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه طويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرضاني. كله عاوز يبقى بالفلق. يا جدع ما تخمس في وشي، احسد مالي؟ قصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا جدع افهم معايا موزه وعايز مكنه. اوعى يا ابراهيم، اوعى يا ابراهيم لو سمحت، لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش بتصدقني؟ انا مصدقك يا ابراهيم، بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى معلم الموضوع ده يفضل في سكرتك، يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابراهيم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر يا ابراهيم. اتفقنا؟ اقفل دي بس. صباح يا صباح. صح لك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بنت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصلي مدورها ومطرياها. اوضه النوم جوه في سرير بمله. اخيرا حمدت. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم، المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشر بره وبعيد. ايه يا رؤوف؟ يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بت رشي كتتك بشويه ميه. طريها بعشقك يا موزة. دار يا دار يا دار. ما تتأخرش يا اخو ابراهيم. فريق وحدك بيشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار؟ فين 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 فين؟ في ايه يا حبيبي؟ اشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع ميت يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شيل رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامه. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس. حكيت معايا هديك 100 قلم. اوعى على ايه؟ انا اذنك. يا
اهو جه سبعه بومبا. استنى تشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رايك في ايه؟ مش فاهم حاجه بيه. ايه مش مشكله، خد ساقعه البيره دي. لا انا بحب اشربها سخنه عشان بتفكرني بالشوربه. بعشق دماغك. حول ولا قوة الا بالله. ربنا لولا انها مواطن لو كنت طلبت له البوليس دلوقتي.